اسعد الله صباحكم متابعين ومتابعات قناه شفتي، في مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من حديقه صغيره بمدينه القنيطرة. صباح الخير على الجميع ومرحبا بكل المتابعين الافاضل متابعين قناه شفتي في هذه الجوله الصباحيه. الان كنتواجدوا بالحديقه الصغيره اللي كتواجد وسط مدينه القنيطرة، وكذلك غادي تشوفوا معنا كذلك شوارع مدينه القنيطرة. فكنتمنى نشوف تعليقاتكم كدير الاجواء عندكم. مرحبا مرة أخرى بكل المتابعين. بالنسبة لدرجة الحرارة بمدينة القنيطرة ف 18 درجة الحرارة. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شفتي في قناة الشعب. إذا متابعين الأفاضل إذا دائما معكم متابعين الأفاضل متابعين قناة شفتي في قناة الشعب في هذه الجولة الصباحية من مدينة القنيطرة عاصمة الرباط. الآن كنتواجدوا بحديقة صغيرة لوسط مدينة القنيطرة. نعم ما كنسمعكش زيدي. نعم نعيطلك واحد الشي ونعيطلك اخر. الآن كنتواجد بشارع حسن الثاني بمدينة القنيطرة. مرة أخرى مرحبا بكل المتابعين الأفاضل اللي التحقوا بنا في هذا الصباح. فصباح الخير عليكم مرة أخرى ونهاركم مبروك إن شاء الله. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شفتي قناة الشعب. هذه الجولة الصباحية من مدينة القنيطرة. هذه جولة صباحية بمدينة القنيطرة، بشوارع مدينة القنيطرة. إذا كيف ما كتلاحظوا هدوء تام في هذا الصباح. إذا متابعين الأفاضل، متابعين قناة شفتي في قناة الشعب، يمكن أن أقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه. نهاركم مبروك، شكرا لكم على المتابعة، نلتقاو في بث آخر إن شاء الله. نتمنى منكم أنكم تفقدوا فضلا وليس أمرا. شكرا لكم.